مهرجان العالمين عالم مبهج، فيه فرحة وسرور لكل اللي زاروا المدينة الجميلة، المدينة الذكية والطبيعة الخلابة والتنظيم المبهر اللي قامت بيه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمهرجان العالمين في نسخته الثانية علشان يخرج بالشكل المشرف ده، واللي هيستمر لحد نهاية شهر 8. كمان فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية أحيت حفل فني مميز جدا على المسرح الروماني بالمنطقة التراثية، وده ضمن برنامج عروض الأسبوع الرابع من المهرجان بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. قدمت الفرقة باقة متنوعة جدا من الفقرات الموسيقية والإيقاعية، وشهد الحفل مجموعة من السولوهات على آلة الطبلة. فقرات موسيقية إيقاعية تفاعل معها جمهور المسرح الروماني بعرض فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، حفل استضافته المدينة التراثية ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية. لا، النهاردة الموضوع مختلف تماما. احنا اتبسطنا جدا، اللي كان فيه جمهور حلو وهو شجعنا اللي احنا نخليه يغني معانا نبسطه، وكان متجاوب يعني، ودي كانت حاجة جميلة جدا يعني في المهرجان النهاردة. احنا شاركنا في مهرجان العالمين دي تاني مرة، وكان كويس جدا، والناس كانت متفاعلة معانا، وكنا بنسقف وكنا بنغني مع بعض، ودي من احلى المهرجانات اللي اتعملت واحنا شاركنا فيها. وشهد الحفل مجموعة من السولوهات الغنائية الفردية امتزجت مع آلة الطبلة لتخرج على شكل معزوفة موسيقية غنائية، تبعتها مجموعة من الأغاني الجماعية التي لاقت ترحيبا وتصفيقا ملأ أرجاء المسرح. هو أنا أول مرة أجي، بس بجد انبهرت من المكان جدا، يعني المكان حلو جدا، وأكتر حاجة عجبتني وقت ما كنا موجودين أنا من أول الحفلة الصراحة هي كانت كويسة جدا يعني. الحفلة بصراحة كانت روعة، وكل الناس كانت مستمتعين ومبسوطين، وكلنا يعني حاجة كانت فوق الروعة بجد بأمان. احنا جايين فريق من جامعة اسكندرية، فاحنا كلنا مبسوطين بالأجواء دي، ونتمنى إن هي تتكرر تاني، مش هنضيع الفرصة دي. حبيبي شكرا. أنا مبسوطة إن هم طلعونا في حاجة زي كده، والأجواء كلها بصراحة كانت جميلة جدا، والمسرح والناس والتعاون، والناس مبتسمه في الوش، الناس ما فيش حد زعلان من حد، لا، فالاجواء لطيفه جدا. اكتر حاجه عجبتني هو التنظيم بتاع المكان، تمام، وبصراحه شابو لاي حد اشتغل على المكان هنا. المكان منظم جدا ونظيف، والحفله كانت جميله جدا، كلنا استمتعنا الحمد لله، وبجد شابو للفرقه دي بجد، يعني حاجه جميله. وياتي حفل فرقه الانفوشي في اطار حرص مهرجان العالمين الجديده على تقديم باقه متنوعه من الفعاليات الفنيه والثقافيه التي تلبي أذواقاً مختلفة من شرائح الجمهور. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.